استغلال لمعلومات واردة إلى قائد فصيلة الأبحاث للبنك الوطني ببومرداس ومدير التجارة لولاية بومرداس، مفادها وجود مستودع لتخزين مواد غذائية أساسية مدعمة بغرض المضاربة مادة الزيت. وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد مكان تواجد هذا المستودع الذي يقع في حوش شكير بلوة بلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس، أين أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص متورطين وحجز كمية معتبرة من مادة زيت المائدة تقدر ب 20220 لتر، وكذا شاحنة مقطورة نوع رونو 340 وشاحنة صغيرة الحجم نوع ديافام رافعة البضائع، بالإضافة إلى مواد أخرى تتمثل في 423 كيلوغرام مادة السكر وكمية معتبرة من مادة المارغارين